بار بيبو، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. النادي الافريقي ينتدب ظهير ايسر، ظهير ايسر في النادي الافريقي. شملة تبدو عادية يمكن فرق اخرى جماهير مغايرة، لكن في الافريقي تعني الكثير، تعني نجم حتى ناس تدخل تبارك لبعضها. مبروك عنا ظهير ايسر جديد. رو كنا غازي عبد الرزاق والحقبة الزمنية الشهيرة والحقبة الزمنية من المعاناة، ثم بالوراثة انتقلنا نلقاو روحنا في حقبة زمنية أخرى، آدم الطاوس. والمشكلة اللي قبلها ذوما كل النادي الجديد الإفريقي في الفترة هذه، يعني 8 سنوات، كان علي العابدي ظهير أيسر طاير، وقبله أسامة الحدادي ظهير أيسر طاير أكثر منه خاصة في النادي الإفريقي. ثم أهبطنا للمستوى وطاح المستوى وجيتنا يعني المعاناة الزرقاء. وإن شاء الله تكون النهاية وبداية صفحة جديدة. محمد أمين الحمروني لعب نادي الصفاقسي سابقا، فسخ العقد متاعه مع CSS، ثم كان قريب بارح نسمع أخبار في النجم الساحلي، واليوم يمضي النادي الإفريقي موسمين. وعلاش موسمين؟ رموا اللاعبين هذوما 4 سنين وتهنى عليه، موسمين مش مشكل، زوز مواسم حتى 2025. محمد أمين الحمروني ظهير أيسر للCSS. صحيح فما ناس بالطبيعة خرج مع سيس عنده مش هو اللي ارتحنا منه، وما لا راح وما ينجم يعمل حتى شيء وتنشوفه، لكن اللعبة ذيرة ومازال صغير وعدى ماتشوات باهية، وتفرجت فيه في السياسات في برشا ماتشوات كان يلعبوا عليه برشا على الجهة اليسار، قوي بدنيا التالي، قوي في الديال، بالطبيعة عنده أغلاط وعنده بعض السذاجة في بعض الأحيان، واللعب مازال يطور في روحه ومازال في بداية المسيرة، باش تلقى عنده نقاط ضعف، لكن نقاط القوة تبدو أكثر من نقاط الضعف، والمستقبل يبدو أفضل. والمشكلة اللي صارت يعني تعرفوها في مباراة بطولة الملك سلمان بطولة عربية مع الجمهور، المناوشات سبين رجع السبين من وقتها، فما شق مشى في هذه الأمور يقعد في السياسات، وفما ناس وعلى رأسهم الناصر تيندا اللي مرجنا وقتلنا بالشعبوية في النادي الإفريقي ومررنا حياتنا، كل مرة هو يتبلنج على حاجة وكأنه في بعض الأحيان يحب الإفريقي أكثر من جمهورها وأكثر من ناسها وكذا. بالنسبة لك السطحيين والتافهين وجماعة الفيسبوك والناصر متاعهم يظهر لهم هو يلفلف ويكذب، المرة ذي استفدنا من الشعبوية متاعه ومكروه نمرود كي وين نطرد وما حشتيش بيه ويمشي اللعب ونطردوه وهيج عليه العباد، فسخ العقد متاعه، استفدنا نادي الإفريقي على الأقل، ولا عنا ظهير أيسر، خاطر احنا في نادي الإفريقي ما عناش يجيب لنا ظهير أيسر باش نقوله مبروك. بتخمش نجم تخام في انتدابات من برا، ماذا بك الظهير الايسر يكون تونسي، يكون يعني من تونس باش على الاقل كي باش تنتدب اجنبي، اذا كان انتدبت يكون ديما مهاجم وسط ميدان هجومي مدافع نستغلو، الظهير الايسر ماذا بينا يعني وحتى يكون يعني محلي، وذاك يمشي في صالح النادي الافريقي، وذاك اللي خلى الصفقه باهيه وبرشا يعني تفاؤل بالنسبة للنادي الإفريقي. لاعب كان في اتحاد بن قردين في السياسات، اليوم في الإفريقي تجربة جديدة، تجربة نجم تكون وعنده الفرصة باش تكون ناجحة، حتى المباراة باش يبدا من الأول يلعب للظهير الأسطورة متاعنا ماخذ ورقة حمراء ولا بوكسور ولا كيك بوكسينج جملة بالمشت آخر مباراة، يعني الحمروني أمام فرصة إعادة إثبات الذات وتطوير المستوى. الناس اللي تنبأت له عنده مستقبل ممتاز والقوة متاعه ينجم يثبتها في النادي الإفريقي بعد على التشنج، خاطر احنا بعد شوية في رأس الجمهور، لكن السبين موجود راوي الحمروني في النادي الإفريقي والضغط موجود، ولازمك تتعامل مع الضغط. الحاجة الباهية في الإفريقي إذا كان تكون في المستوى حتى فوق المتوسط باش تلقى ناس معاك وباش تلقى برشا جو وبرشا تصفيق وبرشا دعم، المهم تاري حاجة في الملعب وذاك يخليك دافع تعيش في النادي الإفريقي، باش تعيش أجواء أخرى وأجواء يعني ممتازة إذا كان تكون جيد وإذا كنت تكون تلعب الكرة وتركز في الكرة. صفقة من صفقات النادي الإفريقي الأخرى، وديما كيما قلنا شعارنا من المرة الأخرى في الفيديو، النادي الإفريقي في السوق هذه لازمك تنتدب انتدابات موجهة ويكونوا خير من اللي عندك، تكون خير من اللي عندك وانتدابات موجهة يعني رجعوك به. فما ناس بتبيع ماكم تعرفوا بيعشق التطبيل والتزييف ويحبك التشويه ويحب يجري، لكن معرفت كحكينا على صفاتهم الغبية وصفاتهم الخبيثة اللي كانت من أسباب انهيار، وجبدنا على لعب جبدنا على لعب وقلنا كيفاش استقبلوه بالتطبيل وبالفزاني اللي هو زكريا العبيدي. شوف
قلت البارح ولا لما نسمعوا فيه خطيه من اللاعب هذا ويربح علينا قضيه ومليار وميالي لاعب ما يجي حتى شيء دميك تشوف وجهه هكا كالحجاره الحجامه اللي بحجمها نتاعك التلميذ الصغير القواد اللي يبدا هكا قاعد ويخبي الورقه وهو بطبيعته به يمشي يقود للمعلم ورا المعلم ويهز لايف الكرطابه يا سيدي يوري ملي يحب كان روحه وحده. المثال هذاك كبر ولا زكريا العبيدي جابوه لنا الحيدوسي اقوى مسار في الكره سي الحيدوسي يزيش قد ما سبينا قد ما علينا ارتاح في بين ارتحنا منه وقاعد يتبع فينا كل وكس قاعد ورانا لاصق في النادي الافريقي وديربح هذا علاش هذيك علاش احنا نحكي الحكايه الاغلاط هذوما يلزم ما عادش تتكرر خير تكتب عمل غلطه وتاخذ عليه في الخطايا وباقي تعاود فيها نقول لك تعطيك الصحه في خير الماضي نتاع زكريا نرجع نعملوا رجوع بالزمن شويه تلقى الورود مفروش يا ديراو بهيم تقول لهم تنبر علي يا ديراو مصدق بيعرفش يعمل زكريا وجاي مليون وغيرهم يعني الحاجات هذوما في النادي الافريقي يلزمهم ينتهيوا يلزمهم يتحاربوا ويكون عندي الشرف اني نحارب العباد ذو من اجل النادي الافريقي اللي عملوا صنعوا من اشباه جوارات صنعوا منهم نجوم وحلوا لهم عينيهم وركبوهم على النادي وخليو فترة يجي خليوهم سحرهم الباب باش يجيو وكي يجيو حلوهم وكي يمشيو قعدوا وراهم يقعدوا ديما يراو في رواحهم حاجة وقعد الفريق يتعاني منهم ماديا ولا حتى رياضيا حتى ما يعطيك حتى شيء لا رياضي بعطيه شاكي هو والمدربين كيفو وخيرهم الأمثلة عديدة يعني كل مرة تقعد خاطر عملوا حاجات في الكلوب ما تعملش مدرب كيما الأسد الدريدي خليك نتيعو ويخلص ويعملوا كذا بعد شكاية ضرب 400 مليون وانتصر وانتصر 500 تو يحبوا مخير ابو نقعدوا في الجوارت ما نوفيوش وما ننتهيوش ما يقولكش بيدي ذيك الماضي يلزمك تعمل مع حد وتحسن يلزمك كل لاعب تعطيه حجمه تعطيه رك في الكلوب اما راني نضغط عليك راني نحب ناخذ منك اكثر ما يمكن ساعتي راه باش تقدم الكلوب انت رانا ماكش انت عام ساعتي تعاملوا مع لاعبين عباره هما عاملين مزية اللي جاوا الكلوب هذا الكلوب تعمل مزية على اي لاعب باش يجي هي باش تحلوا الافيخ يعني لاعب يزمك تحطه في اطاره باش من بعد تقعد تسب فيه في الفارغ بعد فما جود بعد ما يمشي خاطر هو يتعارك مع مسؤولين ومع جميع وكذا وما يحكموا فيهم بالفلس يعني هو يسب على ذوق على كيف المسؤولين زلوا على الفلس يقولوا برا سب اللاعب الفولي تب تستطيع تسب سب سب ليه في الطيرة عينيك جامعتك ماهوش ماشي كذا يقلق مش قاعد يلعب يعني يخسر فيه كذا من حقك وقتها باش تنقد وتسب وتعيط امشي على روحه وفات الحكاية فلان مامور وهذاك هو ما تعرفش يخدم بك انت باش تسب تخدم على مصلحة النادي فقط تنتهي الحكاية سهلة هي لكن يصعبوها لأنه المعنيين بالأمر ما يساعدهمش لازم يجيشوا عباد في الحكاية هذه بين ننتقلوا نكملوا نختموا مع بعض الأخبار خاطر نسمعوا في النادي الإفريقي وديما الرسمي ما فماش ونحب ديما نتعامل مع الخبر الرسمي باش تكون الأمور واضحة والتحليل في بلاست وكل شيء في بلاست ومع اللعبة هذايا قالك نحكيوا احنا في السي اس اس لاعب آخر سابق في السي اس اس وسابق في الترجي اللي هو المهاجم كينغسلي إيدو قريب أمضى رسميا جاي لتونس نورمال مو في شنو في النادي الإفريقي اللاعب هذايا عنده تجربة سابقة فاشلة اللي هي في الترجي بوم مشى للكويت تجربة قالك الأهداف ويسجل بيه الأهداف يكون ذيك نعتبروها في إطار يحل في الشبكة بيه حل في الشهية على خاطر بطولة الكويت راهي بطولة سهلة ناس تمركي بالأربعة وبالخمسة ماتشويته فبالنتائج كبيرة طالق ياسين الخنيسي ما عرفش نجم يلعب لهنا هداف في قطر وأي واحد في الكويت عفوا أي واحد يمشي يعني ذيك ماشي كالروبيري باش تاخذ عليه وباش تقول سايي واللاعب هذايا التجربة في الترجي 6 شهور تابعني وتفرجني وتقريبا حللنا الماتشوات اللي في الترجي اللي عنده كي يلعب هو فما الفرص يعطي يعني المساحات لصحابه ويخلي نتولي الفرص اكثر كي يخرجوا نشوفوا ديما الكم نتاع الفرص ينقص خاطر يتحرك لكن نقطة الضعف ما يسجلش وقتها كثر عليه ضغط ولا ارتباك قدام يضيع في كور ما تضيعش يعني قوة بدنية لعب نجم تتعامل عليه كتايش كور تلقاه باش هو يركع الكور كيما يقولوا محطة ولا يحبوها برشا ما احنا حاش نجرب نجيبوا محطة ونحطوها مش نش نركبوا يعني في بترو ولا سكة جديدة واثنية جديدة حاشنا بلعب متكامل مش ما حتى يركع الكرة وبعد يخد فرش فيها ولا كتجيه بشي ماركيها يضيحها ولا باهي في القوية قوي في الحكاية هذه قوي في الراس لكن يلزمه تركيز برشا في التجسيم والفريقي
حكايه وروايه مع المهاجمين خاصه الاجانب اللي يجيو ويضيعوا التجسيم والجمهور ما عادش يصبر. وسبي نرجع بالذكريات عاد وجماعه الاونتي ماشي من ساسرا كولو توروغو الغيرهم لاسينا السورو ما برشا برشا برك ناخذ نسميو فيهم حبوش نسميوهم برشا بالك شي يعرفوا عليه المهاجم هذا النيجيري. لكن قبل في السي اس اس عدى فترات جيدة فترات خايفة فترات ولا هو احساسي بعد خذيها كانت منافسة بينه وبين شوات. شوات تعرف المستوى متاعو خدش طاح ومرفوض كي تذكر شوات ناس كل ما تحب الشوات لا في الكلوب لا في غير الكلوب. لكن في بعض الأحيان اللعبة دي ولا بناك بتاع في راس شوات يعني الأمور مشربكة بالنسبة لإيدو لا تنجم تقول هذا سيء انتهي وما عادش نجم يلعب 27 سنة مهاجم نيجيري يخلق لك الفرص قوي بدنيا يتحرك ساعات مشاكل ذهنية يضيع تنجم تقول زاد ناجح خاطر يضيع برشا والأهداف هذوك كيما قلنا راه في بطولة ساهية يعني مهاجم دلع نجم ينجح بالفريق الفريقي ويترشق معك القوة البدنية ذيك يلقى مع حمدي العبيدي يلقى الجو خير يماركي بونتو من الأول يتصلح ينجم يكمل فك التاريخ تضيع الفرص واحنا مشكلتنا في النادي الفريقي اهدار الفرص. على كل هو لاعب اللي اختاره باش تحمل المسؤوليه تاعو باش يجي للفريق بطبيعه الحال باش تدعمه باش في كل الحالات كي يلعب في الترجي يلعب في السياسات يعني عنده تجارب مستانس بالضغط هذايا ماهوش جبتوا لاعب هكاك مطيش طيشته معناها في كل الحالات لاعب تحط عليه المجهر ان شاء الله ينجح كذا كي يجي في النادي الفريقي لكن من غير ما ندخلوا فك كالعاده واو جبنا لكم اوسيمان ولا جبنا لكم ما نعرفش شكون نيجيري واستناه باش يولي هداف وما غير زيد نقولوا سيء ما نجموش نقولوا كان حظ موفق اللعبة هذايا. وهنا بقي نتبعوا في الميركاتو شنو الانتدابات اخبار زيد يقول لك تسمع الاخبار وبعد الرسمي ما فهميش. عمرو العمراني مدافع الاتحاد المونستيري مدافع كان في النجم الساحلي مشى الاتحاد عنده مشكله وقت نتاع اصابه ثم ولا عاود رجع في الموسم هذا الموسم هذا خاصه ولا يلعب برشا في الاتحاد المونستيري مش خايب يلعب بالسيق اللي صار به مشكله الاصابه نورمال مو تجاوزها مع النادي الافريقي اذا كان يعني يعملوا فحص طبي جيد يكونوا متاكدين الامور الاصابه ذي ما عادش لاعب خذا خبره في الاتحاد المونستيري لعب حتى في الكونفدراليه لعب معاهم تقريبا ماتشات الكل حاضر يعدي في ماتشات جيده يعني تبعد على الامور الاصابه تبعد على امور اللخطة اللي عاش في بعض الاحيان خاطر اللاعب ذي طلع عامر العمراني بتستني منه ناس كانت تستنى فيه في كارير كبير برشا لكنه هل شوية شخشيب كما نقول وحنا وهالضربات وضربة وترجع له ضربة ومتمس معنويا خرج من اللعب وكان تقريبا باش تحطم بين قوسين اللعبة ذي جاتو الاتحاد والفرصة ملو ما كانش يثبت برشا وبعد ولا يلعب في الاتحاد المونستيري كيف كيف ينجم ينجح في النادي الافريقي ينجم يعطي مجهود ينجم الله وعلم احنا ديما في اطار تحت كل لاعب شنيا المهمش كل لاعبين هذوما اللي كي باش يجي 100% خاطر فما نوعيه نتاع لاعبين احنا محاله مازلنا بعيد عليهم من المستوى المادي ونعرفوا روي احنا خارجين مانيش نلقاو كاللاعب اللي تستنى فيه وقتاش باش يصحى وتعرف الاضافه نتاعو لاعبين منا ومنا دونك ما نبداوش هل 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 نزيد نهبطوا عليهم ضغط وما نكثروش منهم وما نحبوش لاعبين أسوأ من اللاعبين اللي عنا كيما حكي المرفي تراو لاعب أسوأ من اللي عنا ما عندك ما يضيفك فما يكون لاعبين تحسهم شي للبانك للكذا لطيلة الموسم للتأقلم وطبيعة الحال نخدموا البطولة بتاعنا خلك رسمية مجموعتين معناها عندك تجيب جوالات هاكا وديع خلك المرحلة الأولى بعنوان التأقلم لاعبهم جربهم لم النقاط حضر جواريتك وفي البلاي اوف تو نحكيو يعني بدايه الموسم مش نحكيو على كورش نحكيو على ناس تجرب في انتدابتها الجديده حظ موفق الافريقي في الانتدابات الجديده وكان فما حاجه رسمه نرجعوا نحكيو عليها ونحلوا وفي لامين مع السوبر بيبول تقابلوا في الفيديو الجاي قريبا كم نحكيو اكثر على الجمعيات الاخرى واكثر يعني على الميركاتو وعلى الانتظارات وعلى البطوله العربيه وماذا ينتظر الفرق التونسية في البطولة العربية إذا كان احنا انتدابات ذوم صار يخرج وانتدابات وكذا ما لا فيش يستنى في الناس اللي بتلعب مع جماعة السعودية وفي الأمين التقى في آخر فرصة شعب